نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد بن عبد الله ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه حتى تركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك اعاذنا الله واياكم من النار وعذابها اللهم تقبل اللهم امين. ثم يا احبتي في الله إن الإسراء والمعراج حق، قد دل صريح الآيات